نروح لزميلنا كريم احمد نطمن على تمرينة فرقتنا النهارده في نادي الاهلي. طبعا هو التمرين يمكن خلص من حوالي نص ساعه، لكن كريم احمد زميلنا العزيز طبعا تابع التمرين لحظه بلحظه، ويمكن ينقل لحضراتكم اهم العناوين ويطمن حضراتكم على لعيبه النادي الاهلي ومدى جاهزيتها للقاء المقاولين يوم الخميس ان شاء الله. كريم مساء الخير. مساء الخير عليك طبعا زميلي العزيز احمد، برحب بيك في البدايه وكل التحيه لكل جمهور النادي الاهلي. انا في البدايه عايز اضم صوتي لصوتك الحقيقه زميلي احمد طبعا على الشناوي، يمكن اللقطه المميزه جدا والدعم المعتاد والمسانده المستمره من مجلس الاداره بالكامل وتحديدا الكابتن محمود الخطيب. الحقيقه يمكن وقوفه مع الشناوي دي رساله كبيره جدا، مهما كانت الاخطاء لكن الشناوي يبقى وسيظل واحد من عمالقه حراس المرمى في النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني. ويمكن كمان الوعي الكبير اللي فيه جمهور النادي الاهلي والدعم الكبير اللي شفناه مع الشناوي رغم الخطا دي بتريحنا وبتدينا رساله طمانينه كبيره جدا طول أكيد. جمهور النادي الاهلي على وعي كبير جدا وعارف اهميه المباريات واهميه اللحظات الحاسمه واهميه المرحله بتنعكس على اللعيبه بشكل كبير جدا وبيكون مردودها اكبر واكثر في المستطيل الاخضر على مدار ال 90 دقيقه. بنتمنى ان شاء الله باذن الله لعبتنا المباراه القادمه مباراه المقاولون العرب اللي هتكون على استاد بترو سبورت يوم الخميس تكون استمراريه لمباراه سموحه، لان الاداء المميز والجديه الكبيره اللي شفناها مع لعيبه النادي الاهلي عندنا امل ان احنا نشوفها في كل المباراه طول ما القرار موجود وطول ما الشخصيه موجوده. توفيق ربنا يكون معانا مهما كان، لان اللعيبه بتجتهد بشكل كبير جدا في المستطيل الاخضر في تدريبات موسيماني اللي بيحضر بكل صغيره وكبيره امور عديده جدا. يعني ان شاء الله باذن الله بس المباراتين اللي جايين 6 نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي، مرحله اولى ومرحله صعبه وضغط كبير جدا زميلي احمد، لكن بنبداها مرحله مرحله، 3 نقاط بينتهوا بنقفل الصفحه ثم بنبص على المباراه المتواليه طبعا. لكن ان شاء الله باذن الله كل التركيز في مباراه المقاولون. الحقيقه طبعا تدريب النهارده تعرف زميلي احمد 24 ساعه راحه بيبدا النهارده بقى من جديد بدوافع متجدده لعيبه النادي الاهلي للدخول في مباراه المقاولون. انت يمكن قلت كلمه مهمه جدا زميلي احمد، طبعا ترتيبهم مش هيفرق معانا لكن دوافعهم كبيره، لكن مباراه الاهلي بتكون مباراه كؤوس لاي فريق بيقابل النادي الاهلي، فمحتاجين تركيز اكبر من كده، محتاجين تركيز اكتر من مباراه سموحه، وده اللي احنا شايفينه الحقيقه ولامسينه مع فريق النادي الاهلي في تدريبات موسيماني قعدته النهارده في محاضره سريعه لفريق النادي الاهلي، قافل الصفحه تماما التركيز في مباراه المقاولون، لابد ان احنا نحسم، عايزين نبقى نفس النهج ونفس الريتم ونفس الجديه الكبيره اللي احنا شفناها في مباراه سموحه. كل الكلام ده الحقيقه بيتسو موسيماني اكد عليه في المحاضره. لكن الامر الابرز الحقيقه زميلي احمد، وانا عارف انت هتتكلم على هذا الامر باستفاضه، هو محمد محمود. الحقيقه يعني الواحد سعيد جدا النهارده ان هو بيشوف محمد محمود بيشارك فيها التدريبات الجماعيه، وده امر مهم جدا اتمناه وكنا بنامله الفتره اللي فاتت. الحقيقه النهارده يمكن خد جزء بسيط لكن شفنا بقى الباص الترنات الحاجات دي، لا يعني الحمد لله طمنا عليه واضح، بس بقى ان شاء الله مع التدريج ومع الدخول في التدريبات يرجع الفورمه من جديد وزنه يقل شويه يبدا بقى ياخد فورمه المباريات وفورمه التقسيمات اللي يمكن بتبقى مميزه جدا مع لعيبه النادي الاهلي. يعني يمكن ده كان امر مهم جدا النهارده مع فريق النادي الاهلي محمد محمود، بجانب بقى جاهزيه كل اللعيبه. يعني بطمنك كل اللعيبه جاهزه محمد، يعني عايز اطمن منك كريم على حاله رامي ربيعه، لانه عرفت ان رامي كان يعني بيشتكي من اجهاد في العضله الاماميه في الايام الاخيره، فتطمنا كده على ربيعه ومشاركته في تمرينه النهارده. موجود رامي ربيعه موجود في التدريبات باكد لك احمد، يعني يمكن كل اللعيبه الحمد لله متواجده. يعني كنا بنحاول ان احنا طبعا في البدايه انت عارف شكل المرام ما بيبقاش واضح بالجري الخفيف والجزء البدني، لكن الجزء اللي بنبقى مركزين عليه هو الجزء الخاص بالكره وجزء التكتيك. يعني رامي النهارده بيشارك بكل قوه مع رمضان بيكم مع محمد هاني محمد محمود الكل الحمد لله، كريم نيدفيد كمان بيشارك، كل اللعيبه الحمد لله متواجده. هي بس علي لطفي بس اللي عايزين نطمن عليه، شفناه في التدريب كده يمكن خرج مع طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله، هنطمن عليه بقى بس في نهايه المران. الشناوي جاهز النهارده كان تعرف كان متواجد صباحا في الفحص الطبي طبعا والخاص بالاولمبياد طوكيو مع منتخبنا الاولمبي وعاد للتدريبات، شارك في جزء النهارده كمان من التدريب. الامور مطمئنه الحمد لله زميلي احمد في هذه المرحله، بنامل بس ان شاء الله باذن الله لعبتنا تفضل على التركيز الكبير ده، وتوفيق ربنا ان شاء الله يكون معانا في مباراه المقاولون 3 نقاط واداء كعادتهم ان شاء الله يسعدوا كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد من داخل نادي الأهلي بالجزيرة. دي كانت أخبار تمرينة النادي الأهلي النهاردة.